بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة، الدرس 39. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام على الآيات الكريمات من قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، إلى قوله تعالى: فلا تأس على القوم الفاسقين. قد انتهينا في الحلقة السابقة إلى قوله تعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. أمر موسى عليه السلام بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة مخلصين لها من قبضة الكفار، وذلك بعدما أهلك الله فرعون وأغرقه، وجاوز بموسى ومن معه البحر. أمر الله موسى أن يواصل السير إلى بيت المقدس، فوجه الخطاب إلى بني إسرائيل: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، أي المطهرة، وهي أرض فلسطين وفيها المسجد الأقصى. ادخلوا الأرض المقدسة، تخلصوها من قبضة الكفار، وتعود لكم، لأنها كانت للمسلمين ليست للكفار في كل وقت. فالمساجد هي للمسلمين، لا يجوز للكفار أن يبسطوا عليها ولايتهم. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، والمقدسة معناها المطهرة من الشرك والبدع والخرافات التي هي مواطن الدعوة إلى الله والتوحيد وإخلاص العبادة لله. التي كتب الله لكم، الله جل وعلا كتب أن الأرض المقدسة تكون للمسلمين في كل زمان ومكان، والمسلمون في ذاك الوقت هم أتباع موسى عليه السلام، فهم أحق بها. وليس للكفار حق في المساجد، ولا أن يبسطوا عليها سلطتهم كما مر في الآيات السابقة في الحلقة التي مضت. فإنما جاء موسى عليه السلام وأمر بني إسرائيل لأجل استعادة بيت المقدس من يد الكفار، وهكذا يجب على المسلمين في كل وقت في كل زمان أن يخلصوا المساجد، ولا سيما المساجد الثلاثة، من قبضة الكفار ويخرجوهم منها، لأنها حق لهم. ولهذا قال: التي كتب الله لكم، لأنهم مسلمون، والمسلمون هم أتباع الأنبياء في كل زمان. وفي وقتنا هذا المسلمون هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يتولى على فلسطين وأرض فلسطين كافر من أي قبيلة ومن أي دولة كان. لا يجوز له أن يتولى على فلسطين، إنما يتولى عليها المسلمون. أما الكفار فلا يسألهم عليها ولاية، لا اليهود ولا غيرهم، ولا العرب ولا غيرهم ممن ليسوا مسلمين. الله جل وعلا قال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
ولذلك شرع الله الجهاد لتخليص المساجد من قبضة الكفار. ولا ترتدوا على أدباركم، ينهاهم أن ينكصوا عن الجهاد في سبيل الله، بل عليهم أن يمضوا ويقدموا على الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وتخليص بيت المقدس من قبضة الكفار، فتنقلبوا خاسرين منهزمين، خاسرين دينكم ودنياكم بالانهزام أمام العدو وأنتم تقدرون على قتاله. كانوا يقدرون على قتال العدو، لا يجوز لهم أن ينكصوا وأن يجبنوا عن قتاله. فماذا كان ردهم على كليم الله ونبي الله موسى عليه السلام؟ هو الرد القبيح. قالوا: يا موسى، إن فيها قوما جبارين، أي أقوياء، إن فيها قوما جبارين نخاف منهم ومن بطشهم، وهذا من الجبن والخور والضعف. إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. هذا إصرار على الهزيمة وإصرار على النكوص على الأعقاب وإخلاد إلى الراحة والجبن وتمسك بالحياة، يخافون من الموت ما داموا فيها، ما دام هؤلاء الجبارون في بيت المقدس فإننا لن ندخله، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. بهذه الإجابة السمجة قابلوا أمر الله سبحانه وتعالى: فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. يريدون أنهم يخرجون بدون جهاد وبدون قتال من أجل أن يدخلوا، وهذا جواب سافه، لأنهم إذا خرجوا ما يحتاج الأمر إلى قتال وإلى جهاد وإلى، إذا خرجوا فليس لهم منة في أن يدخلوها، لكن هو الجبن والخوف والخور وقلة الإيمان، نسأل الله العافية. ولهذا لما قال صلى الله عليه وسلم لأهل بدر يستشيرهم في قتال العدو، قالوا: أمض يا رسول الله حيث أمرك الله، لن نقول لك ما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد، بل نقاتل من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، ولو خذت بنا برك الغماد لخذناه معك، لا يتخلف منا أحد. هذا جواب أهل الإيمان والعزيمة والصدق مع الله سبحانه وتعالى. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.